خير الذهبي كان له مساهمة جيدة جدا في الدراما السورية، كتب العديد من المسلسلات. في بعض هذه المسلسلات منع من العرض في سوريا، وتحديدا مسلسل الشطار اللي أنتج عام 1980، ومسلسل الوحش والمصباح اللي أنتج عام 1982، وكلاهما من إخراج الأستاذ علاء الدين كوكاش مخرج الكبير الراحل، وإنتاج تلفزيون دبي. ليش تم المنع؟ المنع تم لأنه الشطار عم يحكي عن حكم المماليك وعن الصراع مع هذا الحكم الاستبدادي وتأسيس خلايا سرية للمقاومة يعني فينا مقاومة العسف والجور اللي كان يقع على المجتمع. في إسقاطات على الواقع يعني أكيد أصلاً. أكيد يعني هنن أساسا منع عرضه بالثمانينات لأنه شافوا أنه هذا في إسقاطات مباشرة على الواقع اللي كان عم بيعيشه السوريين بالثمانينات. المسلسل الثاني الوحش والمصباح، وهو مسلسل مهم جدا، يتحدث عن غزو تيمور لانك لدمشق عام 1400 ميلادية بمطلع القرن الخامس عشر الميلادي، ويتحدث عن لقاء ابن خلدون بتيمور لانك، لأنه مثل ما بنعرف ابن خلدون كان موجود بدمشق أثناء حصار تيمور لانك إلها، والتقى بتيمور لانك. فمن هون اتخذ المسلسل تسميته الوحش والمصباح. الوحش هو تيمور لانك الذي دمر حضارة الشرق، والمصباح هو ابن خلدون هذا العقل النير لابن خلدون. ويبدو أنه المسلسل كان يثير حساسيات تاريخية، فكرة مجابه، يعني هو لم يجابه ابن خلدون للأسف، كان موقفه تصالحي مع تيمور لانك، وهي من الأشياء اللي انتقد عليها، ولكن كان عم بيحاول أنه يلاقي مخرج لمنع تدمير دمشق. ولكن المسلسل بحد ذاته، يعني هذا اللقاء بين مفكر ذو عقل نير وسابق عصره مثل ابن خلدون وبين غازي مدمر مستبد مثل تيمور لانك كان يثير حساسية أكيد. رقابية، فمنع العمل لحد اللحظة. يمكن أستاذ محمد تمنع هيك أعمال